ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنتعلم درس جديد مع بعضنا اسمه الاحاد والعشرات. الاحاد والعشرات يعني ايه؟ احاد يعني ايه عشرات؟ احنا كنا واخدين العشرات الكامله، هي دي هي عشرات دي. يلا بينا نشوف مع بعض في درسنا النهارده. ده اصحابي رقم كام؟ صح، ده رقم 10. طيب ايه فين احاد وعشرات في الرقم ده؟ بص اصحابي عشان تكون سهلة، على طول على طول على طول، الرقم اللي بيبقى ناحية يمين ده بيبقى رقم احاد. الرقم اللي بيبقى ناحية يمين اللي هو هنا في سؤالنا ده الصفر، ده بيبقى رقم احاد. اما اللي بيبقى ناحية الشمال ده بيبقى رقم عشرات، اللي هو تاني رقم بيبقى رقم عشرات. يبقى أول رقم يا أصحابي ده بيبقى أحاد، تاني رقم بيبقى عشرات. ماشي يا أصحابي، تعال نشوفوا ده رقم كام؟ صح، ده رقم 50. الصفر زي ما قلنا اللي هو رقم الموجود على اليمين، اللي هو أول رقم بنقول عليه إيه؟ نقول أحاد. أما بقى الخمسة دي اللي هي ناحية الشمال لكن رقم بنقول عليها عشرات. يبقى رقم ناحية يمين نقول عليه أحاد، رقم اللي على الشمال اللي هو تاني رقم نقول عليه عشرات. أكيد دلوقتي عرفتوا يعني إيه أحاد وعشرات. تعالوا نشوف سؤال تاني. جايب لنا هنا إيه؟ 8 كور زائد 10 كور. لما نحط 8 كور ونزود عليهم 10 كور نحسبها إزاي؟ أه يا أصحاب، إحنا خدنا قبل كده لما نيجي نجمع 8 زائد 10 أو أي رقم عنده ناحية يمين صفر، نحط 8 مكان الصفر أو أي رقم هنا مكان الصفر. يبقى 8 زائد 10 نشيل الصفر ونحط 8 يطلع علينا 18 كور. يبقى 8 زائد 10 يدينا 18 كور. يبقى يا صحابي عشان ما تنسوش أبدا، افتكروا إن اللي بيبقى ناحية يمين زي الصفر هنا بيبقى ده رقم أحاد، أما اللي بيبقى ناحية الشمال اللي هو تاني رقم يعني بيبقى رقم عشرات. يلا أصحاب الحل مع بعض الأسئلة السهلة دي. عايزين نجمع 4 زائد 50 و6 زائد 30 و9 زائد 70 و5 زائد 40. احنا قلنا لما نيجي نجمع نشيل الصفر ونحط مكانه الرقم اللي عندنا، يبقى 4 زائد 50 هتبقى ب54، 6 زائد 30 هنحط الست مكان الصفر يبقى 36، 9 زائد 70 هنحط 9 مكان الصفر هيطلع لنا 79. خدوا بالكم، 9 في الأحاد عشان كده بتحط مكان الصفر اللي هو في الأحاد برضه. ماشي يا أصحابي. طيب عندنا بقى آخر واحدة اللي هي 5 زائد 40، دي انا مش هقول لكم اجوبتها، انتوا تحلوها. وعندنا هنا شكلنا اهو رقم 60، عايزين نعرف الصفر ده احد ولا عشرات، والخانة بتاع الستة او 60 يعني نعرف هي احد ولا عشرات. وكده يا اصحابي نكون خلصنا الدرس ومعناه فهمنا، نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.